السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله سائر أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من لقاءات. أنجز مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ في الفترة الماضية وثيقة هي الوثيقة الأولى في إفريقيا، وهي الوثيقة التي تهتم بالمراعي الطبيعية، وثيقة المراعي وكذلك المحميات الطبيعية في السودان. هذا المشروع بذل فيه مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ جهدا كبيرا في إطار عدد من المنتجات المختلفة التي قدمها المشروع منذ بداية عمله في العام 2014. إذن نحن في إطار هذه الحلقة، حلقة وثيقة المراعي وكذلك المحميات الطبيعية، وهي تعد كما تمت الإشارة إلى أنه من أكبر المشروعات التي أنجزها المشروع. نسعد جدا أن يكون معنا في هذه الحلقة من لقاءات الدكتور نور الدين أحمد عبد الله، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية. أهلا بك دكتور. مرحب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كما نرحب كذلك مشاهدينا بضيفنا الكريم دكتور سيد حامد، وهو مستشار مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، وهو الرجل الذي تم تكريمه في هذه الفعالية المتعلقة بإتمام هذه الوثيقة، وقد كان له جهد كبير في إنجاز هذه الوثيقة. أهلا بك دكتور سيد. بارك الله فيك. يعني. مرحبا. إذن قبل أن نبدأ مباشرة مع ضيوفنا الكرام مشاهدي الأعزاء، لدينا تقرير، نتابع هذا التقرير ثم نعود. دشن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية عبر مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ الوثيقة الشاملة لتأمين مؤشرات الطقس، وتعد الوثيقة واحدة من أهم المنتجات التي يعمل على تسويقها المشروع من أجل تأمين المنتجين من صغار الرعاة الذين يتعرضون للأزمات التي تتسبب فيها التغيرات المناخية. تم تدشين وثيقة شاملة لتأمين مؤشرات الطقس لرعاة المحميات الرعوية في السودان. يمكن دي أول وثيقة أجيزت على مستوى أفريقيا وعلى مستوى السودان، وبحمد الله هذا المنتج من التأمين هو منتج جديد يقلل التكاليف الأضرار ذات الأضرار الكبيرة الناتجة من التغيرات المناخية على صغار الرعاة وصغار المزارعين. وبنيت الوثيقة التأمينية على تخصيص مساحة محمية رعوية وفق أسلوب علمي، بهدف توفير المرعى للثروة الحيوانية في حال ندرة الأعلاف وخلال فترة الجفاف، لتشكل الوثيقة حماية للثروة الحيوانية من مخاطر فقدان العلف وفقدان الثروة الحيوانية. هذا العمل حقيقة يسلج الصدر، يعني لأنه النتائج زي ما قلت لمجهود طويل الآن بدأ يثمر، يعني بثمرات تستحق أن نرعاها بصورة جادة وبصورة مستدامة حتى نحقق كيفية استدامة هذه المشاريع التي ظلت سؤالا عصيا على الإجابة لكافة المشاريع التنموية التي تدار في السودان. نريد أن نمضي قدما للأمام، وقد أحدث المشروع التغيير المطلوب، وهذه هي الرسالة المفتاحية التي سنمضي بها للأمام. ولا بد لنا من إدخال الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي بأطراف السودان، وبهذا نستطيع أن نقدم الدعم للمستفيدين، وعلينا أن نوظف الفرص كافة، وأنا هنا لدعمكم. وزارة الزراعة والغابات من جانبها أمنت على أهمية تطوير آليات التنسيق بين المنتجين والجهات ذات الصلة من الإدارات المختلفة، مؤكدة سعيها لإنشاء صندوق لدعم الإنتاج الزراعي وربط المنتجين بالتصنيع لتعظيم العائدات الزراعية والحيوانية. والآن نحن سعيدين جدا من هذا المشروع، إنه عندنا المجتمع المحلي موجود وشريك. المجتمع المحلي الموجود ده هو أساس الثورة في السودان، هو أساس بناء السودان، يشكل أكثر من 70-80% من الشعب السوداني، وهو بيشارك في دعم الإنتاج والاقتصاد في السودان، لكن مغيب. أنا أفتكر إنه المشروع قدم لنا تجربة غيمة جدا في إشراك المنتجين المحليين في إطار طبعات جديدة. حتى المشروعات المروية الكبيرة احتمال تكون ما عندها طبعات جديدة. فحرصنا للمشاركة في هذه الورشة بتأتى من إنه كيفية الاستفادة من هذه الطبعات التجربة بتاعت المشروع بالنسبة للمجلس العالي للبيئة وكده، في إنه يعمم
على السودان. ويقوم تأمين مؤشرات الطقس على مؤشرات مستويات الأمطار ودرجات الحرارة والظواهر المناخية التي تؤثر على المناخ، ويتم قياس هذه المؤشرات في حال انحرافها وتعويض المنتجين الزراعيين لضمان استمرار العملية الإنتاجية الزراعية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن بعد هذا التقرير نتوجه مباشرة إلى الدكتور نور الدين أحمد عبد الله. دكتور، قبل أن نتحدث عن موضوع الوثيقة الذي تم إنجازه، نتحدث عن الجهد الكبير الذي بذله المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وأنت الأمين العام لهذا المجلس، ومشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، واحد من المشروعات التي تعمل تحت مظلة المجلس. حدثنا في هذا الجانب عن الجهد الذي قام به المجلس في إطار توفير هذه المظلة وتوفير الدعم الكامل للمشروعات المختلفة ومنها مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. شكرا جزيلا دكتور مأمون، نشكر قناة الشروق على هذه الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حقيقة الأمر المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية يعتبر رائد للعمل البيئي في السودان، لأنه أول مجلس تكون بعد نشاط كبير للبيئين السودانيين في سبعينيات القرن ثم ثمانينيات القرن الماضي، وتم تكوينه بقانون في 1992 على عقب مؤتمر كبير، مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو، أسفر عن 72 أول حاجة 72 ستوكهولم، يعني 92 في ريو دي جانيرو، اللي هو نتج عن هذه المؤتمرات ثلاثة اتفاقيات أساسية، اتفاقية التنوع الحيوي، اتفاقية تغير المناخ، واتفاقية مكافحة التصحر. وبالتالي تم إنشاء المجلس بمجهود كبير من كل الشركاء البيئة والتنمية، وأنشئ بقانون على أساس يشتغل على السياسات والقوانين ويقترح الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويقوم بواجب تأدية يعني التزامات السودان تجاه هذه الاتفاقيات. وبالتالي بناء على هذا الالتزام وعلى التنفيذ الجيد لهذه التزام السودان لهذه الاتفاقيات، أيضا قام المجلس طوال 26 عام الماضية بتنفيذ عدد من المشاريع بيئية تنموية، وخاصة المشاريع الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ باعتباره أولوية للسودان. ففي هذا الإطار يعني يأتي مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، هو واحد الآن من 10 مشاريع يقوم بتنفيذها المجلس الأعلى للبيئة، يمكن 4 أو 5 منها خاصة بالتكيف مع تغير المناخ. المشروع فكرته جديدة مبتكرة وفيها نوع من التجديد، لأن المشاريع التقليدية بتاعت التكيف كانت يعني بتشتغل في التغانات ولا كده، لكن الفكرة بتاعت هذا المشروع متكاملة. هو معني ببناء قدرات صغار المزارعين والرعاة في المناطق الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في السودان، لأنه السودان بيعاني كثير جدا من تذبذب الأمطار وتغيرها من موسم لموسم، ارتفاع درجات الحرارة، وكثير من المظاهر اللي كانت نتيجة لتأثيرات التغيرات المناخية. ففكرته هي جديدة في أنه بتناول جانب إتاحة الخدمات المالية متمثلة في التمويل الأصغر والتأمين الأصغر. فدي فكرة كانت عرفت كده مبدعة، وعشان تنفذ كان لابد من بناء قدرات كثير من المؤسسات. يعني هو مبني ببناء القدرات المؤسسية والفردية، وعلى رأس هذه المؤسسات تأتي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبنتكلم يمكن بعدين في الحلقة عن ماذا قدم المشروع لهذه المؤسسة، أيضا الهيئة العامة للاستشارة عن بعد، الهيئة البحوث الزراعية، وزارة الزراعة ممثلة في أيضا الإرشاد ونقل التغانة، وزارة الثروة الحيوانية السمكية، نعم، والقطاع الخاص
ممثل في شركات التأمين وشركات التمويل وقطاعات أخرى يمكن تكون أيضا شاركت بفعالية في المشروع منها وزارة المالية وزارة التعاون الدولي قبل أن يعني فهذه المؤسسات كلها تم عليها عمل كبير جدا جدا في بناء قدراتها باعتبارها هي سوف تقدم الخدمات. فهذه يعني لمحة سريعة جدا. أي نعم ممتاز. إحنا إن شاء الله منفتحين مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية إن شاء الله لنعرف بقية المشروعات الأخرى بشيء من التفصيل. مشروعات العشرة الأخرى وهنا نتحدث طبعا عن هذه الوثيقة التي أنجزها مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. ولكن بصورة عامة دكتور أنت ذهبت إلى لمحة تاريخية. المشروع بدأ بمنتجات مختلفة. منها منتجات الإنذار المبكر. منها كذلك محطات الرصد الأوتوماتيكي، منها كذلك المحل البصمة الطائفية، الآن الطائرات الدرون، غيرها من المشروعات التي تم توزيعها على نطاق واسع في الولايات الست التي نفذ فيها المشروع. لكن لعل أبرز نجاح الآن دكتور نور الدين هو التوصل إلى هذه الوثيقة. أهمية هذه الوثيقة واحدة من الأهداف الرئيسية كما ذكرت هي إنتاج وثيقتين، وثيقة لتأمين المنتجات الزراعية ووثيقة أيضا تأمين المراعي الطبيعية والمحميات وتأمين منتجات الرعوية. فديل يعني أساس المشروع ويعني هو قمة الإنجاز بالنسبة للمشروع إنه يصل لهذه الوثيقة. الوثيقة لم تنجز بسهولة، احتاجت لوقت طويل لبناء القدرات لرفع الوعي لدى المؤسسات، لأنه أي وثيقة بتاع التأمين لابد أن تجاز من جهات شرعية وجهات فنية، من الهيئة العامة للتأمين لإجازة للإشراف على التأمين والهيئة الشرعية. أيضا هذه الهيئتين ديل بذلوا مجهود كبير جدا. نحن نحيي العلماء الذين يعملون بهذه المؤسسات في أنه جلسوا على الوثيقة أولا الخاصة بالمنتجات الزراعية وجيزت يمكن في العام 2018 تمت إجازتها أو 17 بكثير من الجهد وبكثير من البذل وبكثير على رأس المجموعة وثيقة المنتجات الزراعية. نعم فأنجزت وأجيزت وتم الاحتفال بها في النيل الأبيض. ولأول مرة استلم المزارعين تعويض الذين كان أصابتهم بعض الخسائر نتيجة لمؤشرات الطقس التي تم قياسها، تم تعويضهم مباشرة. فكان احتفال كبير من جهات التأمين التي قامت بالتأمين، بنوك قامت بالتأمين بالتحديد بشركة النيل الأزرق بالتأمين، هي كانت مؤمنة في السنة ديك للمزارعين. فعوضت المزارعين الذين تم يعني حسوا بخسارة أو بلغوا عن خسارات باستخدام المؤشر نفسه. فكان ده يعني زي ما بقولوا بريك ثرو، كان يعني إنجاز كبير جدا للمشروع، تعطي المشروع ثقة كبيرة جدا وأعطت أيضا ثقة في المؤسسات التشريعية السودانية. دي كانت مهمة جدا جدا، خطوة أولى. ده خلى في دافعية للمشروع إنه يمشي للجزء الأصعب اللي هو مسألة الرعاة، لأن الرعاة في السودان يعني هي المسائل اللي بتحتاج لاستقرار وكذا، هم غير مستقرين متحركين. هذا قطاع فيه مشاكل كثيرة. قطاع فيه مشاكل كبيرة. عشان تقول لي زول تعال أمن لي في القطاع ده. فيه مشاكل. ما لم تكن فيه إشكاليات متعلقة بسنة التشريعات كما تفضلت. بالعلاقات الاتحادية والعلاقات الولائية وعدم التداخل والتضارب في هذه العلاقات. مشكلة كانت كبيرة وخاصة في مشاكل طبعا في ملكية الأرض. في مشاكل في إنه هذه الفئة. يعني طوال العام تسير وراء الكلاء يعني ومعروف يعني النومادز والرعاة في السودان السير بتاعهم الطبيعي، مسارات ومراحيلهم واستقرارهم. فكانت بتحتاج لشجاعة كبيرة جدا من شركات التأمين. صحيح. لأنه القطاع ده قطاع خاص يعني بيحاول يسعى لأنه يعني يربح ويجنب الريسك في عمل في الريسك كبير. فنجح المشروع أيضا في أنه يتناول هذه الزاوية ويمشي ليه يعني طموح أكبر في أنه فعلا ينجز الوثيقة الثانية اللي هي برضو مهمة جدا لقطاع مهم جدا جدا في السودان اللي هو القطاع الرعوي. فبكده اكتملوا الجانبين، لأنه الهدف الأساسي هو بناء قدرات المزارعين أو صغار المزارعين. صغار المزارعين معناها من 10 فدان ولحد من 1 فدان ل 10 فدان. وايضا صغار الرعاة برضو اللي هو بيكون عنده عدد محدود من فدي فئة ضعيفة تجاه التغيرات بتاعت المناخ. احنا هنفصل معاك الوثيقة ذاتها بتشتغل كيف يعني في الجانب بتاع الرعاة وكذلك في جانب المحميات الطبيعية، لكن انا اتوجه الان الى الدكتور سيد. دكتور سيد استمعت الى ما تفضل به السيد الامين العام دكتور نور الدين.
بالوثيقة. قبل نفهم الوثيقة تفاصيله ما ورد فيها دارين نفهم أهمية التوصل لوثيقة كهذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا نشكر قناة الشروق على هذه الاستضافة الطيبة وعلى متابعتها لهذا المجهود الذي بذل من كافة الأطراف تفصل بمشروع تمويل مخاطر المناخ من خبراء وإداريين ومشرفين. هذه الوثيقة حقيقة استحدثت الضرورة، في ضرورة مهنية وضرورة علمية. الأمر الخاص بتغطية الوثيقة للبراعي أو للمرعى باسم المحمية، الاسم ده هو ممارس في العالم يعني في الدول العربية، وحتى قلت ما في التاريخ أنه من أوائل الدول اللي بدأت بالمحميات الرعوية هي زي السعودية وسوريا وصلصلة العمان والمغرب وغيرها من الدول العربية والأفريقية والعالمية. في السودان بدأ مؤخر، ولكن من الإخوة المهتمين بهذا الأمر في وزارة الزراعة الولائية والوزارة الاتحادية والثروة الحيوانية الاتحادية توصلوا إلى ضرورة يعني القيام بتنظيم المحميات الرعوية. ولهذه الغاية أصدرت الدولة قانون سموه قانون تنظيم المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة 2015. فأصبح هذا القانون إطار بموجبه أنشأت الدولة محميات رعوية في كثير من الولايات، ومن بين هذه الولايات ولاية قضارف، ولاية كسلا، ولاية شمال كردفان، ولاية النيل الأبيض، وجنوب دارفور، وهكذا. الضرورة أنه لهذه المحمية أنها هي صمام أمان للثروة الحيوانية. كيف يكون ذلك؟ أنه هذه المحمية توفر الشيء المطلوب للحيوان وهو العلف. لماذا يعني هذه الوثيقة توفر هذا العلف؟ لأن العلف المرعى في المرعى العام متاح لكل الحيوانات، والعلف في المرعى العام بمرور الأيام حيكون نادر، ولا في جفاف بتاع مطر وخلافه الحيوانات حتعاني الجوع من أو من الجفاف، وقد تموت قد تنفق. فهذه المحمية الهدف منها أنها تستعمل في أيام نضوج العلف والجفاف، وهي نفسها قد يصيب الضرر، لأنها معرضة للضرر بتاع المطر والجفاف أو الآفات أو الحريق. فهذه الوثيقة بتحمي هذه المحمية أن تكون موجودة، وإذا حصل لها تلف توفر الوثيقة العلف للحيوانات. ودي ميزة كبيرة جدا لقطاع الثروة الحيوانية اللي هو السودان بتميز فيه بميزة نسبية بصورة كبيرة في أفريقيا. يعني هذه الوثيقة وثيقة مهمة جدا للغاية. نعم. طيب نعم. كيف بنعمل الوثيقة؟ الوثيقة بتعمل كيف فيما يتعلق تنفيذ التأمين على المراعي الطبيعية؟ وكذلك أنت استشهدت بتجارب دول أخرى. نعم. لكن الآن داخل السودان كيف نستطيع أن نقنع شركات التأمين إنها تعمل على تأمين المراعي، خاصة إنه في موضوعات المراعي في خلاف كبير جدا في الأراضي في المراعي. نعم. والتعدي عليها. نعم. حتى في تعدي على المراعي. نعم. في مناطق واسعة من السودان، كيف يتم ذلك؟ نعم. المرعى بصفة عامة زي ما قلت في البداية أنه في مرعى عام لا متاح لكل الأتراف، وفي مرعى خاص مثلا بالتجارب والأبحاث العلمية وخلافه، وفي مرعى خاص مخصص لمجموعة من الناس مثلا 200 نفر، قرية قريتين 10 أنفار، ده المرعى الخاص اللي هو المحمي الراعي أو الحمى الراعي. فالشركات بتاعت التأمين ما متخوفة حقيقة، وإنما أقبلت عليه مجموعة من الشركات تشارك في هذه الوثيقة. هذه الوثيقة لأنها جديدة بتتيح فرص بتاع تطوير وثائق التأمين لسوق التأمين السوداني وللشركات التأمين. يعني الشركات اللي حتبادر بها هتكون أوائل أول شركة أو ثاني شركة أو ثالث شركة يعني أصدرت هذه الوثيقة ورفعت الطاولات. يعني ما الناس ما مشغولة من إنما مشغولة أن تنفذها. نعم. للمنتج كمنتج جديد في سوق التأمين السوداني، والمنتج يشبه وثائق التأمين الزراعي لكن يختلف في الموضوع المؤمن والمآلات. لأنه زي ما أقول الثروة الحيوانية والزراعة
هم كلهم يعني قطاع واحد، يقول القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. نعم نعم. طيب دكتور نور الدين، استمعت إلى هذا الحديث الجميل اللي تحدث به الدكتور سيد وهو خبير في هذا الموضوع، لكن نحن قبل تحدثنا عن أنه في وثيقة المنتجات الزراعية بذل جهد كبير جدا وأصبحت هنالك ليست هنالك مخاوف، لكن من الصعب كما تمت الإشارة إلى أنه تأمين المراعي الطبيعية وإقناع شركات التأمين المختلفة حتى تدخل في هذا الإطار يحتاج إلى جهد بالنظر للتعقيدات التي تعانيها طبيعة المراعي في السودان. أكيد. والله شكرا. هو طبعا يعني الحمد لله علماءنا زي ما أنت شفت في الاحتفال، الحمد لله تم تكريم الدكتور سيد حامد. أنا التقيت به لهذا التكريم. نعم. قبل أن أتي للأمانة العامة كأمين عام كنت أنا المدير القطري للمشروع نفسه. المشروع. فجلست في بداية المشروع مع الدكتور، وهو يعني أدانا مفاتيح كثيرة جدا جدا حوالينا، وكان من هذه المفاتيح إنه استجلبنا بعض الخبراء الأجانب برضو ساعدونا، يعني منهم دكتور راو ده هندي وجاء لف جميع الولايات وأسس لهذه العملية من الناحية الفنية. عمل وثيقة، أول وثيقة أظن في الهند. نعم نعم. هم ذاتهم الناس بتاع التأمين ديل بسيطين في العالم. نعم. فبحثنا وكان دلانا الدكتور سيد على هذا الرجل. وأيضا أدى إشارات لمسألة المراعي في السودان. طبعا أنا من خلال عملي في المشاريع وكذا لاحظت أنه الطريقة اللي احنا شغالين بها في كرعاة في السودان وكقطاع رعوي من الصعب تستمر، خاصة بعد ما ذهب الجنوب. فبقى في شح في المرعى. كثير من القطاعات اكتشفت انه الان الارض في السودان يعني ارتفعت قيمتها لوجود الذهب ولوجود البترول وقطاعات اخرى وقطاعات والقطاع الزراعي. فاصبح الرعاة محاصرين تماما. فبدينا ننظر حوالينا. جنوب افريقيا مثلا هي بتشتغل بالمحميات الرعويه بالمرعى الخاص. ده بيدي براح، بتجي انت زيك وهنا بيدوك مزرعه كبيره جدا جدا حيواناتك بتكون فيها، بتعمل البابور عشان ما تعاني من المويه وعدمها، وبتزرع زراعتك كلها عشان تعلف الحيوانات. يعني مزرعه مغلقه. مغلقه يعني فيها التربيه وفيها الزراعه. بالضبط. المجهود الان مفروض عشان تسبورت المجهود، يعني يدعم المجهود اللي احنا بذلناه في هذه الوثيقه، يجب ان ينظر الى قانون الارض. يعني القوانين بتاعت الرعاة الان لا يملكون اي ارض. صحيح. تحركوا على السريع، تحركوا بالمسارات. المسارات الان اصبحت ضيقه واصبحت غير كافيه، وهم يعني بدوا فعلا يحاصروا هؤلاء الناس. فبالتالي يجب يكون في تغيير في السياسات تجاه هذا القطاع. نعم. ايوه. يجب ان برضو الناس يفكروا في انه كيف الطريقه الجديده في انه تنميه الثروه الحيوانيه وكذا. دي افكار حول الوثيقه. الوثيقه نفسها يعني قدرت يعني تلبي رغبات الرعاة الحمد لله، بعد انه استشيروا فيها في الاول ومشوا، يعني دكتور سيد شاورهم يعني في الستة ولايات انهم عايزين شنو، الوثيقه ذاتها الاقساط التي تدفع يعني مناسبه ولا ما مناسبه. ويعني فكانت المساله تشاوريه بصوره كويسه جدا جدا. لكن الان لا بد لاستدامه المشروع، وانت دخلتني في الحته دي كنت داير اقولها في النهايه، حنجي في الحلقه الجايه للاستدامه ان شاء الله. الاستدامه واحده من الاستدامه للوثيقه دي، انه لا بد من النظر في السياسات التي تحكم الاراضي. نعم. في السودان. في السودان. طيب كلام ممتاز. اذا بعد ذلك الوثيقه اذا الان لم تنفذ حتى الان، طبعا باعتبار انها هي حديثه لم تكتمل فيها الاجراءات المتعلقه بالتشريعات المختلفه والتنسيق مركزيا وولائيا. نعم دكتور سيد، فيما يتعلق بالتوجه لإنفاذ الوثيقة، إحنا الآن هو المشروع توصل لأنه عمل الوثيقة هذه بجهدكم الكبير جدا والاستشارات وكذلك الاطلاع على تجارب مختلفة. الآن ما المطلوب لأجل أن تنفذ هذه الوثيقة، سواء كان في الولايات الستة التي يوجد فيها مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ في الفترة المقبلة؟ هل في إجراءات بتسبق تنفيذ هذه الوثيقة؟ نعم. حقيقة هي إجراءات ضد موضوع التأمين بصورة فنية ومهنية. لابد من أولا معرفة موقع المحمية بإحداثيات بخطة الطول وخلوص العرض وخريطة للمحمية، وفي نفس الوقت
لابد أن المحمية يكون عندها حدود معروفة، مساحتها معروفة، وملاكها معروفين، أو المستفيدين أو المنتفعين بخدماتها لازم يكونوا معروفين، ولابد أن يكون عندها إدارة. الآن بنعرف في قانون اسمه قانون أصحاب المهن الزراعية والمهن الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني لقد سنة 2011، يكون في جهة أو هيئة تنشأ تدير هذه المحمية وفقا لهذا القانون. كذلك هذه المحمية ينبغي أن تكون فيها مساحة تفي بالعلف المطلوب مستقبلا أو بقدر الإمكان تفي بقدر بالعلف المطلوب، وأن تكون بعيدة من حماة القرية. وضعنا بعض أخواننا استشرناهم في هذا الأمر اللي هم أخواننا المخطفين الرشاد المراعي وإدارة المراعي، أن تكون المسافة بين المحمية والقرية 3 إلى 5 كيلومتر، حتى الناس ما يطمعوا في أنها يجتاحوها. في نفس الوقت ينبغي أن هي تكون هذه المحمية لإنتاج العلف فقط، ولا تشمل سقطة الحيوان ولا العلف الموجود خارج المحمية، ولا إذا في علف زراعة لعلف لكن مطلوب منها بذور وليس العلف، مطلوب منها البذور، هذه المنتجات لا تغطيها الوثيقة. كذلك ينبغي على أصحاب المحمية أن يلتزموا بالحزمة التقنية وبالتقاوي السليمة، وأن يتم زراعة العلف في الموعد المحدد الذي تحدده السلطة الولائية أو السلطة الاتحادية. ما يكون في إهمال من جانب الملاك أو المنتفعين أو المستفيدين من المحمية الراوية. تنفيذ سهل، بعد ما نجمع هذه البيانات نحن صممنا استمارة، وفي بعض المحميات مثل المسلم شمال كردفان جاء في تقرير جابوه الأخوان المسؤولين في تلك الولاية فيه التفاصيل اللي عايزين نفذ بها هذه المحمية التغطية التأمينية. كذلك شركة التأمين التي سيعهد لها بتنفيذ هذه الاتفاقية تزور هذه المحمية في أرض الواقع وتشوف الشيء الموجود في حسب الشروط المتاحة في وثيقة التأمين، أنه ينبغي أن تتوفر الشروط التالية للمحمية الراوية حتى تكون أهل للتغطية التأمينية. نعم ممتاز، شكرا جزيلا، نشكرك جدا دكتور سيد. هذا كلام واضح، فيه اشتراطات يفترض أن تلبى قبل الدخول في الإنفاذ. إذا لدينا فاصل قصير سنعود إن شاء الله لضيوفنا الكرام، السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للموارد الطبيعية، وكذلك الدكتور سيد حامد مستشار مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ. سنعود بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة التي نخصصها لبحث موضوع التوصل إلى وثيقة المراعي والمحميات الطبيعية التي أنجزها مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ مع ضيوفنا الكرام. أتوجه إليك دكتور نور الدين، استمعت إلى هذه الاشتراطات؟ نعم. وهذا الفهم العلمي الدقيق لدكتور سيد حامد فيما يتعلق بهذه الوثيقة، لكن دكتور حتى نحمي هذه الإنجازات التي تمت أن تكون ملكا لكل الأجيال، ولايات السودان المختلفة ولأجيال السودان المختلفة. نعم. ولصغار المزارع الرعاة في هذا الجانب الذي يطمح المشروع لخدمتهم. تمام. فيما يتعلق بالاستجابة، هذا مشروع جديد الناس سيذهبوا إلى تنفيذه. نعم. كيف نبسط ونسهل فهم هذا المشروع هذه الوثيقة؟ نعم. شكرا جزيلا. المشروع بذل مجهود كبير في نشر الوعي. نعم. بأهمية التأمين في السودان، ويعني ساعدت كثير جدا المجهودات اللي بذلتها وزارة الزراعة في تكوين جمعيات المنتجين. طبعا بقى الناس لما يكونوا منظمين وكده انت بتقدر يعني الرسالة بتمشي بسرعة. فتم تنظيم هؤلاء المزارعين المستهدفين في جمعيات حسب القانون اللي ذكره دكتور سيد، وبالتالي تم تدريبهم تدريب عالي جدا. هؤلاء الناس الآن كل المزارعين عندهم تم توزيع حوالي أكثر من 200 مقاس للأمطار. هذه المقاسات ترصد بواسطة المزارعين بعد تدريبهم. فهم أصبحوا الآن هذه المجموعات أصبحت الآن أكثر وعيا بالمخاطر الخاصة بالمناخ وغيرها من المخاطر.
اثنين تم يعني افهامهم والجلوس اليهم بانه التمويل والتامين مربوط بالتقانه يعني سواء كان في القطاع الرعي او القطاع الزراعي لا بد من تطبيق التقانات. الاخوه في البحوث الزراعيه وفي البحوث الحيوانيه عندهم تقانات متقدمه جدا 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 الان قدموها فيما يخص البذور المحسنه، فيما يخص البذور سريعه النضج، فيما يخص مواجهه المواسم سواء كان فيها يعني فيضان او موسم متوسط او موسم يعني فيه جفاف كله يعد له ما يلزم من ترتيبات. مدارس المزارعين تم تاهيل المزارعين بطريقه جيده جدا، تعليمهم اسس الزراعه الحديثه فيما يخص المسافات وفيما يخص البذور وجتلها. فالان اصبح لديهم يعني افتكر قدرات عاليه جدا للتصدي لمختلف المخاطر دي فيما يخص المزارعين في الاول. بعد كده كل تم تدريب عالي المستوى لكل المؤسسات اللي بتقدم الخدمات بدءا من الارصاد الجويه. تم تدريب اول حاجه عندنا كميه من المهندسين الحمد لله الان قادرين على تركيب المحطات الاوتوماتيكيه وتشغيلها وصيانتها. والريموت سينسينج ايضا الاستشعار عن بعد تم تدريبهم على البصمه الطيفيه انت ذكرتها، تدريب عالي على تحليل الصور يعني ترددات عاليه جدا. دي طبعا بتساعد بعدين في الاول في لانها هي عندها يعني مؤشر عن الاخضرار بتساعد برضو تقدم بعض التوقعات وبتساعد بعدين في المتابعه والتقييم للموسم الزراعي. فيعني تم تدريب عالي للمؤسسات اللي بتقدم الخدمات وايضا تدريب على مستوى جمعيات المنتجين. فالحلقات دي الان اكتملت واصبح المزارع اللي هو يتعرض لهذه الجرعة أكثر استعدادا لتطبيق هذه التقارات وأكثر استعدادا لاستقبال الأموال والتأمين. أيضا القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص لابد يكون عنده انترست، يكون عنده رغبة بلا خوف. بلا خوف الآن يمكن شركات التأمين أكثر من 10 شركات وشركات التمويل على استعداد، لأنه شعرت بأنه هذا الموضوع فيه انفتاح كبير من الناحية الاقتصادية وفيه مكاسب كبيرة جدا مش على المستوى بتاع المشروع. لكن السؤال الآن كيفية تعميم هذه التجربة على بقية ولايات السودان، لأنه أصل السودان ما 6 ولايات، في 18 ولاية. طيب فيما يتعلق بالوثيقة، نعم، هذا الجانب الذي تحدثت عنه عن تقوية المؤسسات وكذلك بناء القدرات المختلفة، هل هناك جوانب فنية نحتاجها ليتم تدريب الرعاة مثلا على عمل الوثيقة استفادة من التقنية المتطورة التي أدخلها المشروع؟ نعم. هو يعني المزارعين إحنا الآن بنملكهم، نعم، معلومات عن طريق سحابة المعلومات الآي كلاود. صحيح. هل نحن محتاجين في إنفاذ هذه الوثيقة لأي تدريب تقني فني أن مثلا أن نحذو حذو نفس التجربة التي طبقت في القطاع الزراعي؟ نعم أكيد طبعا. يعني طبعا المشروع وزع يعني عدد مقدر من موبايلات حديثة مربوطة بالسحابة بتاعت المعلومات، بحيث انه هو يقدر بطريقة بسيطة برسائل بسيطة اولا يتعرف على الاحوال الطقس يجي والتوقعات الجوية تجي في محله، يقدر يعمل خطته اول حاجة طبعا توقعات ذات انواع، فهو في بداية الموسم بياخد تصور عن الموسم كله اللي هو دي التوقعات الفصلية بيعملوها اخواننا في الارصاد الجوية، بياخد تصور انه والله السنه دي مثلا الامطار فوق المعدلات، وبالتالي هو بيبتدي يحضر نوع التقاوي المناسبه، حيزرع شنو، عيوش ثقيله ولا خفيفه ولا كده، بيكون خلاص جهز فكره عامه عن الموسم. بعد كده كل اسبوع بتجيه نشره على الموبايل بتاعه، يعني يعني حتى لو هو ما بيقدر يقرا لكن الجمعيه بتساعده في انه هو يتعرف على الاسبوع الجاي ماذا سيواجه، نعم، أمطار حرارة، وبالتالي بيكون عنده معلومات تساعده في أنه هو فعلا يعمل استعداد وخطة ممتازة جدا تنتقل من الخطة الشهرية للخطة الأسبوعية للخطة اليومية. وبعد كده هو عن طريق الموبايل أيضا إذا تعرض لأي مخاطر أو أي مشاكل بيصور وبيرسل لشركة التأمين، نعم، وبالتالي دي التقنيات الحقيقة هي عالية، لكن مزارعيننا الحمد لله قدروا يستوعبوها والله، نعم،
يعني نتمنى ان يستوعب العاملين في المراعي في قطاع المراعي. لا بيستوعبوها الرعاة ان شاء الله. الرعاة ايضا ما سهلين ايضا ما سهلين. هم عندهم يعني هو الراعي زمان ما الراعي الان بالضبط، يعني التكنولوجيا اللي دخلها والمسائل بالزبط. اصبحت الان مختلفه يعني هم من مختلفة. زمان يا دكتور شايلين الرادي بتاعهم معه اهم حاجه الان بقى في موبايل يعني. في موبايل يعني. هم في سوشيال ميديا وفي شبكه بيعملوا شغل كويس عندهم. نعم. ناس بيمشوا مستكشفين قدام يعني عندهم تكنيك بتاعهم الخاص. واصبحت هنالك ايضا مراعي مغلقه اكيد غير المراعي الطبيعيه التي يتحرك فيها الرعاة في السودان سواء كان في باديه كردفان او في باديه البطانه. نعم. اشكرك جدا دكتور نور الدين. أنا سأتوجه إلى الدكتور سيد فيما يتعلق بإنفاذ هذه الوثيقة، هل في الفترة المقبلة سيتم تنفيذ الوثيقة في الولايات الستة الموجود فيها المشروع أم أن ذلك ليس ملزما؟ يعني هل ممكن أن تنفذ الوثيقة في ولايات أخرى فيها محميات تقدم بها عدد من المختصين أو الملاك يعني لتأمين هذه المناطق؟ ستة ولايات فقط أم كل السودان؟ طيب المشروع اصلا بدا زي ما تكلم اخونا الدكتور نور الدين انه بدا بتنمي بناء القدرات اللي هي بالتعريف بالتامين بالوثيقه في مجموعات القرى وتم يعني شرحها بصوره طيبه واخذنا بيانات من اخواننا الرعاة في مناطقهم وعرفنا كل شيء. الترتيب من بعد ذلك سيمر بالمراحل او التفين المراحل اللازمه او المراحل المطلوبه. في نفس الوقت الزياره تمت الستة ولايات بتنوير بمسح يعني الحين وضعنا شروط مع الخبراء في المراعي والثروه الحيوانيه اتوضع شروط لهذه المحميات والمحميات الشروط اللي وضعت مستقاه من القانون اللي ذكرته في حديثي الاول القانون الخاص بتنظيم المراعي وتنميه الموارد العلفيه لسنه 2015 وضع لها شروط فالمحميه المتوافقه مع هذه الشروط هي التي سيتم التامين عليها ولكن المحميه التي لم تتوافق مع هذا القانون استبعدت وطلب من اصحابها ان يتوافقوا مع مطلوبات القانون اللي هي نفس الوثيقه متوافقه مع ما جاء مع القانون فيما يتعلق بتنفيذ المحميه. في يعني زيارات تمت لبعض الولايات في محل في محميه في 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 في, في, في الولايه وفي في محميتين او ثلاثه او اربعه في محميه واحده مثلا توافقت مع الشروط او اثنين توافقت مع الشروط. وكل المشروعات دي هي كلها اللي معتبرها هي مشروع ابتدائي. نعم. مشروع ابتدائي لان الاتجاهات في الدوله ان تنشئ محميات رعويه في كل الولايات لاهميتها ولفائدتها للثروه الحيوانيه وللاقتصاد القومي للمواطن وللراعي نفسه ولاسرته. نعم. طيب دكتور سيد ابقى معك يعني النتائج المتوقعه اذا ما نحن اذا افترضنا جدلا انه والله ذهبنا الى انفاذ هذه الوثيقه بالشكل المطلوب يعني تنفذت الوثيقه في عدد من الولايات. ما هي النتائج المتوقعه على قطاع الرعاة؟ بالنسبه لقطاع الرعاة اولا هم بعيدين عن دائره التامين. وفي خطر محتق بهم لكون لا يدرون، فهذه الوثيقه زي ما بنقول بلفظ انه صحت او ايقظت الطلب النايم او الطلب المجهول. نعم. لانه في خطر مستقبله لكن لا يدري بهذا الخطر ولا يدري كيف يدرأه. فهذه المحميه صحت في ذات الراعي او المجموعه اللي معاه الطلب نحو التغطيه التامينيه او درء الخطر. اثنين الراعي نفسه اذا تامن مرعاه لثروته الحيوانيه سيضمن استمراريه ثروته الحيوانيه وبالتالي كمان زياده عدديتها لان الثروه تتكاثر اذا كان في علف. وإذا تكاثرت سيزيد دخله. نعم. وحتزيد المنتجات الناجمة من الثروة الحيوانية المتعددة. الراعي نفسه حيكون عدديته زادت دخله ارتفع وأسرته انشغلت بأمور ما منتجة في وتحسن المستوى المعيشي له. نعم بالضبط. لكن فيها فوائد أخرى حتى القطاع الاقتصادي ككل لأن الثروة الحيوانية بتساهم في الناتج القومي بصورة كبيرة. حتزيد
كل ما زاد على الصلاة الحانية كل ما زاد نصيبه في الناتج القومي أو الناتج المحلي. في نفس الوقت الصلاة الحيوانية من أهم صادرات السودان. الصلاة الحيوانية دي إذا امتدت عددها عدديتها وتكون في مرعى طيب بتكون مقبولة عالميا، يكون عندها ميزة تفضيلية على ما سواها عالميا، وده بيزيد من فرص الصادر والحصول على النقد الأجنبي. كذلك الثروة الحيوانية إذا زادت وكثرت يعني منتجاتها استفيد بها المواطن في غذائه، وفي نفس الوقت الثروة الحيوانية عندها إضافات أخرى للمصانع الجلود وغيرها والألبان منتجات الألبان. أيضا مثل قطاع التأمين بفوائد، لأنه وثيقة جديدة تكون ساهمة في تطوير صناعة التأمين في السودان، وتكون خلقت نوع من المعرفة التأمينية المتخصصة في تأمين المراعي للعاملين في قطاع التأمين. كذلك بتزيد من أقطار التأمين لشركات التأمين الآن ومستقبلا، وبتزيد من مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي. وهكذا فيعني فوائدها عديدة. وفي النهاية بتلمس الدولة أهم الخطر بتاع توفير المرعى. والدولة عشان كده لابد من تدعم هذه الفكرة. يعني أنا أدي مثل في أنه هذه نقطة جوهرية. يعني زلنا دولة كينيا وجدنا أنه في الدولة في منطقة معينة في كينيا المنطقة المدارية فيها جفاف شديد. الدولة بتدفع قطع التأمين بالكامل للثروة الحيوانية، لأنه العدد الإنفاق الوفيات أو النفوغ للثروة الحيوانية عالي جدا كبير، وقطاعته كبير خالص. طيب الثروة الحيوانية لما تنفق وبأعداد كبيرة الضرر ما يكون للمواطن أو الراعي فقط، الراعي وأسرته وقريته والمواطن المستفيد منها والقطاع القومي والدولة. يعني عشان كده مثلا الكينيين بيدفعوا 100% قطاع التأمين. نحن إن شاء الله يعني عبر حتى المحميات السياحية في كينيا مؤمنة عليها. مؤمنة نعم، اللي هي سفاري. إحنا عندنا هي مثلا المحمية الموجودة في الدندر الآن لا يعملوا محمية أظن في كردوان أو كردارفور برضه بنفس النمط. والتأمين من وظائفه أنه يا قلل لك خسارة إذا حصلت، يا وقاك منها إذا بدأ مثل الاستبدال بالإحلال. المعارض كله كان انتهى، ممكن التأمين تلقى علف بديل تلقى العلف أو يقلل لك الخسارة الناجمة من العلف. يعني زي شنو؟ زي حاجة طب للخطر. ودي ميزة المهمة للتأمين. ولا ممكن كلمة محمية ذاتها جاية من كلمة حماية، نعم جاية من كلمة وقاية، فيبقى هي محمية نفسها لفظة تأمينية. فهي لكن الخطر موجود فيها، لا تستطيع أن تحمي نفسها من الخطر ولا في أدوات تحميها من الخطر. يعني الآن الأشياء الطبيعية، المطر شيء طبيعي، الجفاف شيء طبيعي، الآفات شيء طبيعي، الحرائق الرعدية شيء طبيعي. في حاجات بتحصل بمسمى الطرف الثالث اللي هي مثلا اجتاحت هذه المحمية ثروة حيوانية تابعة لأحد من سكان القرية أو مجهول، فده بيفقد المحمية قيمتها أو المرجو منها لأهلها. فالآن الوثيقة بتغطي هذه التغطية ويعني عشان كده هي أصبحت جديدة فقط في السودان، ما فريدة، لأنها المعروف أنه تأمين مؤشرات نقص بغطي خطر واحد، خطر المتعلق بالمؤشر بالمطر أو ظروف المطر يعني أو جفاف. نعم. أو ثاني إذا عندك زراعة شتوية حيكون حرارة برودة أو سخانة فقط. لكن إحنا عملناها قلنا الشاملة تجمع بين الوثيقتين، الوثيقة التقليدية والوثيقة بتاعت المخاطر. نعم. أصبحت هاي بنسميها بالإنجليزي هاي بيرد. نعم هاي بيرد. طيب نحن بنتوقع يا دكتور سيد إن شاء الله نجاح لهذه الوثيقة؟ أتوقع نجاح فريد. أتوقع وأتوقع أن الناس يأتوا إلى أخذ التجربة السودانية زي ما أخذوا التجربة على التأمين الإسلامي من السودان. ممتاز. أول تجربة في العالم كانت في السودان لشركة التأمين الإسلامية. نعم. والآن شركات التأمين العالمية تحول 400 شركة وكلها بتشير إلى التجربة السودانية وإلى الشركة اللي قامت ولصاحب هذه الفكرة المرحوم فضيلة الشيخ الصديق الضرير، هو الذي أتى بهذه النظرية للتأمين الإسلامي والعالم كله بعد ذلك تبعه. نعم. ممتاز، شكرا جزيلا دكتور سيد. طيب
دكتور نور الدين، تابعت كلام كلام مميز للدكتور سيد حامد، وشافك مستمتع جدا. اي خالص هاي نعم. كذا نقرا معك النتائج برضو. نعم يعني النتائج بمعنى انه نعم، الى اي مدى من الممكن ان يكون هنالك استعداد لفهم الوثيقه من قبل اصحاب المحميات المختلفه؟ نعم. والنتائج المتوقعه عليها اذا ما نفذت بالطريقه التي يرغب فيها هؤلاء الخبراء الذين وضعوها. تمام. نعم. الحقيقه في ابدا بانه من الملاحظ انه جميع معظم المشاريع اللي بننفذها سواء كانت تنمويه او بتاعت التكيف مع تغيرات المناخ او كده، يظل سؤال الاستدامه فيها السؤال الاصعب. كيفيه استدامتها وكيفيه تحقيقها للنتائج. نعم. بمستوى كبير. نعم. وجلسنا مع السيد وزير الزراعه باشمهندس عيسى عثمان الشريف، وكان معجب جدا بالمخرجات بتاعت الورشه والوثيقه وتحدثنا في اهميه دعم الحكومه، الدعم الحكومي لهذه التجربه عشان تدعمهم، ما بس يستفيدوا منها 6 ولايات وجزء من الولايات ذاتها في جزء معين قرى معدده وبمانديت محدد من تاريخ كذا الى كذا. لابد ان تعمم، لابد ان تعمم، لانه هذا الاسلوب اسلوب التامين، ونحن هسه ركزنا على التمويل. في الجانب الثاني بتاع التمويل واللي هو جانب مهم جدا، لانه هذه القطاعات كانت بعيده جدا عن التمويل. نعم. السنوات والظروف الاقتصاديه لعلها لعبت دور في التاخر في هذا الجانب. نعم. الناس برضه هنا في تسهيل، لانه نحن نقلنا الضمان من الفرد الى المجموعه، الى المجموعه. ايوه. لانه زمان الفرد بيخاف. نعم. هيجي ما يقدر يدفع الاقساط ما بتاعه يمشي السجن. الان الضمانات اصبحت اقل مرنه. نعم. المشروع تحمل جزء والجمعيات بتتحمل جزء، فبالتالي شركات التمويل الان مستعده لتمويل المزارعين والرعاة حتى. فالسيد الوزير اكد على انه يعني لابد من انه الحكومه تدعم هذا الجانب، لانه في الدول اللي جربت هذا الاسلوب كان اسلوب ناجح جدا جدا، خاصه في اسيا. افريقيا طبعا تجارب زي ما ذكرت قليله، لكن في اسيا بدوا في الفلبين وبعض الاقطار بانه يدفعوا للمزارع، الحكومه بتدعم المزارع احيانا ب 100%. احيانا ب 50%. نعم. دعم كامل. احيانا 50% حسب المخاطر اللي بتواجهه. فلا بد عشان نجيب نكون هذا الموضوع مستدام، لانه المشروع هينتهي هسه، ينتهي شهر 6 2020. نعم. اول حاجه لا بد من الدعم الحكومي لهذه التجربه. نعم. في انها تحاول تسهم في استقرار للمشروع الموضوع ككل، يعني ليس للوثيقه وثيقه الرعاه فحسب، وانما لكل المشروعات والمنتجات التي يقدمها المشروع. نعم. نعم. لكن لابد هي تركز على موضوع الوثيقة أيضا. الوثيقة، وإنه هذا الراعي أو المزارع يتحصل على الدعم في الوقت المناسب بالتمويل، يتمول عشان يقدر هو يعمل لنا شغل كويس. التمويل والتأمين مربوط بالتقانة عشان ما يفشل، ومربوط بضمانات. نعم. سواء كان في المحميات أو خلافه. ده واحد من البيلرز الأساسية، الأساسيات الاستدامة. الاستدامة. الموضوع الثاني أصحاب المصلحة نفسهم، الستيك هولدرز. أي نعم. يعني هم لازم يكونوا مقتنعين يا دكتور سيد بأنه هذا الموضوع مفيد، وهم حسع يعني أنت لو شاهدت الفيلم بدوا يحسوا بأنه الموضوع كان بالنسبة لهم مفيد جدا، زراعتهم تطورت، هم نفسهم يعني تغيروا، بدوا يستخدموا تقنيات جديدة، بدأ يعني يحسوا بأنه فعلا في تغيير كبير جدا جدا، وهنالك رغبة في الخروج من التقليدية. لابد. نعم. شفت كيف؟ فده ده 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 العمود الثاني. العمود الثالث اللي انا شايفه هو الرغبه الاكيده من القطاع الخاص في انه يلج هذا الموضوع. القطاع الخاص بيهمه طبعا السياسات وكده، برضه جانب مهم جدا بالنسبه له، السياسات تكون واضحه، يكون عارف هو بيعمل في شنو بالضبط. ان احنا نجحنا في الحمد لله في انه نرفع الطموح بتاع الشركات بتاع التامين في السودان ان هي تعمل تأمن، هي نفسها تعمل تأمين عند شركات كبيرة. ده بيخلي الشركات توزع المخاطر دي بين على بينها وبين آخرين، آخرين. بيشيلوا. نعم. معك. أيوة صحيح. فكلهم عندهم ما يسمى التأمين إعادة التأمين. إعادة التأمين. فإعادة التأمين الآن شركاتنا الأساسية هي يعني عندها الشرعية في إنها تأمن، لأنها عندها إعادة تأمين مع شركات أخرى، عندها اتفاقات أخرى. ده بيدخل ليك برضو الانترناشونال، الناس الشغالين في المجال العالمي في التأمين بيكون عندهم برضو رغبة يعانوا لسوق التأمين الصحيح. صحيح. طيب. فدي برضو واحدة من الأعمدة بتاعت الاستدامة. أي نعم. آخر حاجة ما أطيل، البناء القدرات التامة للمؤسسات، يعني هسه على المشروع تقريبا قدم
للأرصاد الجوية قريب 40 محطة أوتوماتيكية. نعم. آخر دفعة الآن 18 هتسلم للأرصاد الجوية. بقى عندهم مهندسين مستعدين للتشغيل والصيانة وخلافه. الريموت سينسينج عنده كمية جد من الخبراء ممكن يعني يشتغل. أهم حاجة في الجزء الأخير إنه المشروع استطاع أن ينشئ وحدات للإنذار المبكر. الإنذار المبكر في 6 ولايات. نعم. وكيف في مركز في وزارة الزراعة وكذلك في وزارة الثروة الحيوانية. نعم نعم. 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 طيب وأنا أبقى معك دكتور نور الدين في نقطة مهمة في موضوع الاستدامة. طبعا هذا المشروع حينما ينظر الشخص القريب والذي استوعب واقع عمل هذا المشروع يرى بأنه هذه المشروعات يعني ما فتحت ولم تقدم إلا لتبقى. ولعل هذا ما تمت الإشارة إليه في الورشة الأخيرة ورشة وثيقة المراعي الرعاة وكذلك المحميات الطبيعية. معظم الذين تداخلوا أكدوا على أهمية استمرار المشروع بعد المانديت المحدد له. ده مهم شيء. يعني مثلا الممثل المقيم لليو ان دي بي دكتور سيلفا قال إنه لابد من المواصلة بالنظر للنتائج التي تحققت. كذلك وزير الزراعة الاتحادي كذلك الخبراء الذين التقيناهم في هذه الورشة. إلى أي مدى من الممكن أن تعمم؟ يعني ما أنت نفذت تجربة في 6 ولايات. نعم. نجحت بشكل كبير جدا. نعم. وربما أن هذا يعني يخضع للتقييم يعني من قبل الخبراء الذين يحددون الإشكاليات والنجاح حتى يعضض عليه. نعم. إلى أي مدى أنت متفائل بأنه من الممكن أن يتواصل المشروع؟ طبعا طبعا في البداية أنا أحب برضو أنت نبهتني لموضوع مهم جدا. أولا نشكر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لأنه هم أنا بسميهم شركاء البيئة والتنمية. هم يعني يعني بننفذ معهم بالشراكة هذا المشروع وقدموا كثير من الدعم الفني والدعم المالي لنجاح المشروع. مشوا معانا مسيرة جميلة جدا فبنشكرهم وبنأمل إنه نحن اللي قدام نشتغل معهم شغل كويس خاصة ونحن بننفذ معهم الآن أكثر من زي ما قلت لك قبل يمكن العشرة مشاريع بننفذ معاهم تقريبا حوالي 7 مشاريع. 7 مشاريع الغالبية. نعم. بنعمل شنو؟ يعني مثلا عندنا مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في النيل الأبيض. وعندنا مشروع التمويل التصدي في النيل الأبيض. القرى التي استهدفها مشروع النيل الأبيض التكيف مع التغيرات المناخية في النيل الأبيض يستفيد من تجربة التمويل بالنسبة للعدد المستهدف لديه. يحصل يعني تكامل. كويس. عندنا برضو مشروع يسمى يعني ترقية سبل المعيشة في القرن الأفريقي. ده جانا من البنك الأفريقي للتنمية في 3 ولايات. برضو حيستفيد من تجربة التمويل التصدي للمخاطر. يعني حننقل التجربة دي لعدد من المشاريع الناجحة في الولايات المختلفة عندنا. ده حتى أول تساعد في عملية النشر. نعم. ما أنت بتنشر العامل المهم وأنت تستضيفنا الآن في الشروق الإعلام. الإعلام مكون الإعلام. أيوة. نعم. ده مهم جدا جدا لنشر التجربة. نعم. فأنتوا عليكم رول لأنه نحن نحن مفتحين تجاهكم إن شاء الله. نعم. ونحن بنعتبركم من يعني نتوقع إن شاء الله استدامة الأساسية استدامة للمشروع إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. نحن مفتحين إن شاء الله. وهذه واحدة من الحلقات التي تخدم هذا الخط إن شاء الله فيما يتعلق بدعم مشروعات التنمية حتى نخفف ونحقق الأهداف على المناطق ذات الهشاشة في السودان سواء كان للقطاع المزارعين أو قطاع الرعاة والقطاعات الأخرى. أنا والله سعيد جدا بهذه الحلقة مع الدكتور نور الدين احمد عبد الله الامين العام للمجلس الاعلى للبيئه والموارد الطبيعيه. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. نرجو ان نتواصل ان شاء الله في بقيه المشروع. ان شاء الله. كما اشكر كذلك المستشار المشروع والخبير في هذا الجانب الذي كان له الجهد والقدح المعلى في انجاز هذه الوثيقه وثيقه الرعاة والمحميات الطبيعيه دكتور سيد حامد. شكرا لك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا ترقبون ان شاء الله بمشيئه الله تعالى في حلقات مقبلات حول العديد من الموضوعات هذه الموضوعات القيمه المرتبطه والحيويه بحياه الناس ومعاشهم وكذلك مستقبل البلاد واجيالها. ترقبونا بمشيئه الله تعالى في حلقه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. بارك الله فيك.